بالنسبة لتأثير وباء كوفيد 19 على قطاع طب الأسنان، فنحن أون غونفورسي داك التدابير بحيث المريض ما كيدخل عندنا حتى كنلبسوه واحد اللباس وقائي، وكنعطيوه الماسك، وكنعطيوه حتى دي سيغ شوسيغ، وكنقومو بتعقيم اللباس قبل الدخول وبعد مرور في العلاج ومن بعد ما كيخرج المريض. هاد الوباء خصنا نستافدو منه بزاف ديال العبر، حيت كان شحال هادي الناس كيمشيو حتى عند الممارسين غير الشرعيين، كيمشيوش عند الاطباء، وهنا في الايام العاديه كان عندهم واحد لو ريسك كبير باش يتعاداو بزاف ديال الامراض والفيروسات. دابا حاليا الحمد لله الناس ولاو عارفين هاد المسائل وكياخذوا تدابير وقائيه، ويمكن هذه من بين الحاجات الايجابيه اللي استفدنا من هذا الوباء. والله يرفع علينا يا ربي. انا غنفورسي داك التدابير، عززناهم تدابير اضافيه، ويمكن لي نقول لكم كل زعما اون ايتون تري سور بان الى الواحد فين كيمشي حاليا عند اطباء الاسنان فهو ما عنده حتى شي خطر، لان فريمون كناخذوا تدابير فريمون راديكال. دونك لي باسيون ما عندهمش لاش يخافوا باش يمشيو عند الطبيب، بالعكس بان مراكز طب الاسنان وعيادات طب الاسنان حاليا راها اماكن جد امنه من لي زوتر اوندغوا كالمقاهي وكان. دونك حنا اوني فريمون حاضين لي بتي ديتاي. اول حاجه هو الكمامه لا بد خصنا نبقاو نديروها، ومسافه الامان بيان سور. والحاجه اللي مهمه كثير هو ما خصناش نبقاو نقيسو يدينا في الوجه ديالنا والفم ديالنا، لا راه يعني علميا ثبتوا بان الانسان كيقيس بيديه الوجه ديالو والفم ديالو اكثر من 3000 مره في النهار، وهذه القضيه خطيره جدا، لان كما دابا الناس كيعرفوا بان الرذاذ هو اول سبب في انتقال العدوى، يعني الواحد ما يقيسش وجهه، يحضر راسو ما يقيسش وجهه. وهذا الشيء عندنا بزاف حنا في طب الاسنان، لان الواحد كيجي عندك شي باسون تبدا باغيفلكس تبدا يقيس فمو تبدا يقيس بيديه، تقول لك عندي هذه السنه عندي هذا، يعني الواحد قدر كاع يعاودها لشي واحد الناس ديالو عائلته عندي هاد السنه هنايا، هذا ستان غون ريسك لانتقال العدوى. اما بالنسبه عندنا حنا هنايا كما قلت لكم سابقا، فحنا راه حتى نشوفوا جميع المراحل ديال مرور الباسيون عندنا في العياده، متبعين جميع المراحل، وكان اي بلاصه قاسها لو باسيون اي بلاصه داز منها فكنقوموا بالتعقيم ديالها. بالنسبه للنصائح اللي يمكن ننصح بها لي باسيون، هي اول حاجه هو زياره طبيب الاسنان كل 6 اشهر. هنا لاحظنا واحد لافلو امبورطون في هاد لا بيريود ديال الوباء، لان الناس كانوا عندهم مشاكل اللي كانت عندهم منذ سنين، وتزاد عليهم في هاد المرحله، فاللي وكانت مرحله اللي حنا ما يمكنناش نشوفوا بها بزاف ديال لي باسيون، حيت التدابير اللي وصونا بها المجلس الوطني لطب الاسنان هو ما نشوفوش بزاف ديال لي باسيون في النهار، باش نحنا نحاولوا يكون تباعد اجتماعي. وحتى بالنسبه حتى لي سال دو سوا حنا كنقوموا بتعقيمهم على الاقل واحد الساعه المكانه بين شاك باسيون. دونك انا كنصح الناس باش يديروا زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، باش تكون صحة فم جيدة وما يوقعش دي كومبليكاسيون وتعقدات من بعد، اللي سورتو في هاد المرحلة ديال الوباء تقدر الله يحفظ تجيه شي مرحلة يكون كونفينمون ولا شي حاجة ويتعذب بزاف. دونك خصو يدير زيارة منتظمة لطبيب الأسنان.